That's Gene. السلام عليكم أعزائي الطلبة. محاضرتنا اليوم المحاضرة رقم 6 في موضوع الأنالوج إلكترونيكس. اليوم راح ناخذ الفورم فاكتور، معامل التشكيل، هو النسبة ما بين الفولتج روت مين سكوير أو فولتية الحمل إلى المين افريج اوف فولتج اور كرنت، يعني كان بالنسبه للفولتي او للتيار. راح نشوف التطبيق مالته بالنسبه للمعادله. فالاف اف اللي هو فورم فاكتور راح يساوي الفي ال الى الفي دي سي، ويساوي الاي ال الى الاي دي سي. الموضوع الثاني موضوع الريجوليشن اللي هو التنظيم. طبعا هذا التنظيم هو مثل ما اذا تذكرون بالمحاضره السابقه احنا قسمنا مراحل التقويم الى ثلاث مراحل. المرحله الاولى هي مرحله التقويم اللي يقوم بها الدايود، بعدين المرحله الثانيه مرحله الفلتره، واخذنا مثال على ذلك المتسعه، والمرحله الثالثه اللي هو الريجوليشن اللي هو التنظيم. طبعا التنظيم يعتمد بالاساس يعني على عمل دايود الزينر كمنظم الفولتيه. فالحاله المثاليه راح يكون انه المفروض الفولتيه الخارجيه تكون هي فولتيه مقارب الخط المستقيم، لكن هذا الشيء ما ينطبق واقعيا، فلذلك نستخدم دوائر تنظيم حتى ننظم جهد الاخراج بالنسبه اذا كانت الاشاره الخارجه كانت فولتيه او تيار. لذلك راح يكون الريجوليشن عباره عن معادله الار اي جي في نو لود، الفولتيه بدون حمل ناقص الفولتيه للحمل الكلي على الفولتيه بالنسبه للحمل الكلي في 100%، او قانون اخر انه نقدر نستخرجه باستخدام معادل المقاومات، فمقاومه الدايود الى مقاومه الحمل في 100%. الفي نو لود الفولتيه بدون حمل هي نفسها الفي دي سي، يعني انا اذا عندي جهاز يقيس الفي دي سي كان يكون فولت ميتر مربوط على التوازي طبعا المفروض ويا دائره المقوم، فهو نفسه راح يمثل الفي نو لود، بينما الفي لود او الفول لود عباره عن الفي دي سي ناقصا اي دي سي في ار دي، ناقصا المقاومه الداخليه للدايود في تيار الاي دي سي. الافشنسي الكفاءه، كل جهاز يصنع باي مجال يجب ان يؤخذ بالاعتبار الكفاءه. اكو كفاءه من هذا الجهاز، شنو الكفاءه اللي استفاديت من عندها؟ طبعا كفاءه دائما هي مقدار الاخراج الى مقدار الادخال، لكن هنا عندنا هنا راح ناخذ النسبه ما بين الباور دي سي القدره بالموجه المستمره الى القدره بالموجه المتناوبه، وبالتالي راح تكون الكفاءه، هذا رمز الكفاءه عباره عن بي للمستمر الى القدره الى المتناوب في 100%. القدره المستمره القدره المستمره عباره عن اي في دي سي تربيع، تيار الدي سي تربيع في الار قيمه مقاومه الحمل، والقدرة بالنسبة للمتناوبة، القدرة المتناوبة عبارة عن الفي بي قمة واحدة، الفولتية لقمة واحدة في تيار لقمة واحدة على 2 تحت الجذر 2. الدايود بريدج، دايود بريدج واحدة من تطبيقات الريكتيفاير الفول ويف. احنا سابقا اذا تذكرون بالمحاضرة السابقة اخذنا انواع الريكتيفاير، قلنا النوع الثاني اللي هو الفول فاكتور فول ويف ريكتيفاير كان يتكون من دايودين او اكثر. فبهذه الحاله راح نستخدم اكثر من دايودين، 4 دايودات ربطا في طريقه معينه، الهدف منها حتى يصير عندي تقويم للفولتيه او التيار او الجهد المتناوب الى مستمر. الفكرة الأساسية أنه تربط 4 دايودات بهذه الطريقة بحيث أني أضمن عمل دايودين في نفس الوقت مع عدم عمل دايودين في الوقت نفسه. طبعا وأكيد بالاعتماد على المحولة أو ما يسمى بالسنتر تاب. الآن حتى نشرح الآلية راح أصير عندي في حالة دخول الجزء الموجب بالنسبة للفولتية المتناوبة عن طريق المحولة، احنا مثل ما قلنا عندنا سنتر تاب راح تربط بهذه الطريقة. الآن الجزء الموجب راح تعبر من هذا الاتجاه، راح هذا الدايود يكون محيز بالاتجاه الأمامي، وبالتالي راح يعمل ومرر لي فولتية، بينما هذا الدايود راح يكون محيز بالاتجاه العكسي نسبة إلى الجزء الموجب بهذه اللحظة.
بنفس اللحظة راح يكون عندي جزء سالب منه. الجزء السالب هذا راح يشوف انه هذا الدايود محيز بالاتجاه العكسي، لذلك ما راح يمر عن طريقه، بينما هذا الدايود راح يكون محيز بالاتجاه الامامي نسبة الى الجزء السالب. قلنا هنا قلنا هذا اعتماده كله على النقطة الوسطية، فبالتالي راح يكون عندي امرار للتيار وتخرج الفولتية بهذا الشكل بالنسبة للجزء الموجب. الان جزء السالب مثل ما قلنا جزء السالب راح تنقسم الفولتية عندنا بالداخلة الى جزء موجب وجزء سالب. الجزء السالب راح يجي منه راح يشوف انه هذا دايود رقم واحد راح يكون محيز بالنسبة للفولتية المتناوبة السالبة هنا، محيز بالاتجاه العكسي لذا ما راح يمرر اي فولتية، بينما هذا الدايود راح يكون محيز بالاتجاه الامامي لذا راح يمرر التيار. في نفس الوقت اكو جزء عندي هنا موجب راح يجي، الجزء الموجب راح يشوف انه الدايود رقم 2 ما راح يعمل، ليش؟ راح يكون محيز بالاتجاه العكسي نسبة الى الجزء الموجب هنا، بينما الدايود رقم 4 راح يكون يعمل بهذا الوقت، وبالتالي راح يمرر لي قيمة الفولتية واحصل على فولتية بهذا الشكل، فتكون عندي الفولتية الكلية عبارة عن جزئين موجبين في لحظة دخول نبضة كاملة بها موجب وبها سالب، مثل نفس ترتيب المقاوم الكلي. مثال رقم 1 افل ويف ريكتيفاير مقاوم كلي is a fed of transformer، يعني يغذى من محولة، هذه المحولة لها 30 فولت عند سنتر تاب، فولتية عند سنتر تاب قيمته 30 فولت. جد الفولتية المرة بالمقاومة إذا كان قيمة هذه المقاومة مقاومة الحمل 2 كيلو أوم، و المقدار التنظيم regulation of rectifier مقدار و مقدار التنظيم بالنسبة للمقاوم إذا كانت المقاومة الداخلية للدايود 10 أوم. الحل بما أن الفولتية 30 فولت عند السنتر تاب، هذا معناه أنه أنا عندي نصف موجة، فمعناه أنه الفي بيك لقمة واحدة هي 30 فولت نفس اللي معطيني إياها بالسؤال، فبالتالي عندي أنا الفي أل الفولتية المارة عبر المقاومة تلقى حمل هي عبارة عن الفي بيك إلى تحت الجذر 2 ونعوض 30 فولت إلى 1.414 ويساوي 21.2 فولت. هذه بالنسبة للطلب المطلب الأول. المطلب الثاني حتى أحسب الريجوليشن لازم أحسب الفي دي سي، فالفي دي سي القانون هو عبارة عن 2 في بيك لقمة واحدة على باي 2 هنا، لأن أنا عندي هنا مقاوم كلي، فيصير 2 في 30 على 3.14 ويساوي 19 فولت. بما أنه الـ IDC راح يكون الـ VDC إلى الـ R، R قيمة المقاومة، مقاومة الحمل لا أنسى هنا، هذا فرق عن المقاومة الداخلية للدايود. الـ VDC عبارة عن 19 سوى استخرجناها على 2000 أوم أو كيلوين يساوي 9.5 ملي أمبير. إذا الفولتية الفول لود عبارة عن الـ VDC ناقصا IDC RD، الـ VDC هي 19 فولت ناقصا قيمة الـ IDC هذا في قيمة المقاومة الداخلية، هذه مقاومة داخلية هنا الانترر ريسيستانس، مقاومة داخلية معناها مقاومة داخلية للدايود، راح يطلع عندي 18.9 بالنسبة لفولتية الفول لود. راح اطبق في قانون التنظيم R شح يساوي R EG يساوي V no load ناقصا V full load على ال V full load في 100%. ال V no load هو عبارة عن نفس ال VDC، فسيكون 19 ناقص 18.9 هذا اللي انا استخرجته على 18.9 في 100% ويساوي 0.5%. مثال 2 الدايود مربوط كما في الشكل أدنى، هذا هو الشكل. احسب المطلوب، احسب الـ average value of voltage و form factor، بعد ذلك جد ربل voltage كما في الشكل هذا. طبعا أنا من الشكل المفروض أعرف الدائرة، لذا يعني يجب على الطالب أن يعرف الدوائر الإلكترونية المتابعة. فالآن هذا الشكل حسب ما مر سابقا أنه هذا يمثل مقاوم نصفي للجهد أو للتيار. عندي هنا مصدر متناوب مقدار مطيني بالسؤال 20 فولت بينما التردد مالته 50 هرتز، والدايود رقم واحد المتسع هنا قيمته 50 مايكروفاراد، مقاومة الحمل 50 كيلو أوم، ويريد عندي هنا أحسب أولا فاليو أفريج فاليو أوف فولتج وفورم فاكتور ورايبل فولتج. الحل الأبلايد فولتج was 20 فولت which meaning V peak to peak. الآن إحنا من الحل شوف إنه الفولتية هنا عندي مطبقة
فولتيه مطبق هنا عندي عبارة عن 20 فولت، معناه أنه أنا فولتيه من القمة للقمة هي 20 فولت، أنا دائما أستخدم V لقمة واحدة، لذلك أقول الآن الفولتيه لقمة واحدة عبارة عن الفولتيه لقمتين تقسيم 2 يعني نصفها، فعشرين على 2 ويساوي 10 فولت، هذا بالنسبة للV بيك. V average راح يساوي V لقمة واحدة فولتيه لقمة واحدة على الباي، هذا بالنسبة للمقاوم النصفي راح يكون 10 على هذا 10 اللي استخرجته استوى على 3.14 ويساوي 3.18 فولت. الـ IL التيار المار بالحمل هنا بالمقاومة عندي عبارة عن V لقمة واحدة إلى 2 في R، R هي قيمة مقاومة الحمل اللي شفتها أني بالسؤال موجودة بالرسم مطيني إياها، فراح تكون 10 على 2 في 50 ألف ويساوي 0.1 ملي أمبير. الIDC عبارة عن V بيك إلى باي في R كابتل ويساوي 10 على 3.14 في 50 كيلو أوم ويساوي 0.636 ملي أمبير. هذا كله حتى أحسب الفول فورم، راح يكون IL إلى IDC، والIL عبارة عن 0.1 إلى 0.636 ويساوي 1.57، هذا بالنسبة إلى الفول فورم فاكتور. عفوا التردد، بما أنه أنا عندي تردد بالسؤال منطيكم إياه هو على الدائرة موجود، إذا تشوفونها هذا مثل ما تشوفون هو مطيني قيمة التردد هنا مقداره 50 هرتز حجيه اخلص ما عندي شيء انا مثل ما تشوفون هنا قيمة التردد مطيني 50 هرتز، فانا حطبقها بالمعادلة عندي نرجع لها، فانا التردد عندي هو 50 هرتز، لذا راح تكون مقدار الزمن مقلوب مقلوب التردد ويساوي 1 على اف 1 على 50 ويساوي 0.2 سكن. راح اعوضه بقانون حتى استخرج فولتيه التموج في قمه واحده في تي بالزمن على 2 ار سي، الفي بيج انه 10 في 0.2 في 2 50 كيلو في 50 مايكرو فاراد بالنسبه للمتسعه ويساوي 0.4 فولت. رقم 3 ابرج دايود كونكت اس افيجر، دائره القنطره مربوطه بكما في الشكل ادنى، احسب الكفاءه للدائره بعد ذلك احسب فولتيه التموج. من هذا الشكل نقدر نشوف انه عندي انا طبعا دائما نعتمد على الشكل اللي يعطيك اياه وتركز على النقاط اللي يعطيك اياها. الان لو تشوفون من هذا الشكل انه انا عندي هنا اميتر وعندي فولت ميتر، الفولت ميتر مربوط على التوازي ويا الدائره ودا يقيس لي 8 فولت، هذا شنو فائدتها؟ ولا انسى قيمه المقاومه هنا مطيني اياها، انا لما اجي اطبق بالسؤال راح اشوف انه الكفاءه عرف انه قانونها عباره عن القدره المستمره، قدره متناوبه في 100%، القدره المستمره هي تعتمد على الاي دي سي، لذلك يجب ان استخرج الاي دي سي وهو عباره عن في دي سي الى الار. الفي دي سي منين راح اجيبها؟ من الشكل هذا. الفي دي سي هو قيمه الفولتيه المستمره اللي انا اقيسها باستخدام جهاز الفولت ميتر اللي هو اصلا مطيني انا بالسؤال 8 فولت ولا ما، فهذا لازم اركز عليها انه انا بما انه عندي جهاز فولت ميتر مربوط على التوازي ويا مقاومه فمعناه ده يقيس لي الفولتيه المستمره الفي دي سي، لذا انا اذا استخدمها هذا بالقانون وبالتالي راح اعوض مكان الفي دي سي هنا، فراح يكون عندي 8 على قيمه المقاومه مطيني اياها واللي هي 10 كيلو، فيكون عندي تيار الاي دي سي عباره عن 0.8 ملي امبير، اعوضه بالقدره قدره الدي سي ويساوي تيار الدي سي تربيع في ار قيمه مقاومه الحمل، بعد تعويض اطلع عندي 6.4 ملي واط. الان يجب ان استخرج القدره بالاي سي، الاي سي القدره بالاي سي عباره عن الفولتيه لقمه واحده في تيار لقمه واحده على 2 تحت جذر 2. تيار الاي بي منين احصله؟ نرجع للشكل نفس المطيني، اكو هنا جهاز اميتر مربوط في ادخال الدائره، وبما انه احنا قلنا هذا الجزء يمثل قمة واحدة لأن عندنا نقطة وسطية، هذه قمة نفس القمة، هذه جزء من عدها وجزء الثاني يكون هنا، فلذلك هذا راح يمثل التيار اللي يمر هنا، بما أنه أصلا التيار مربوط في إدخال الدائرة فراح يمثل نفسه آي بي لقمة واحدة مقداره 100 ملي أمبير، فراح أعوضه بالقيمة اللي عندي هنا. من القانون هذا نحتاج الى الفي بيك، الفي بيك انا ما عندي اياه لكن انا عندي الفي دي سي، فالفي دي سي عباره عن 2 في بيك الى باي
الطرفين في وسطين راح يكون عندي الفي بيك لقمه واحده عباره عن باي في الفي دي سي على 2 ويساوي 12.56 فولت. زين، مطلوب مني ان استخرج الاي بي. اي بي شلون راح احسبه؟ بالرجوع للشكل اشوف انه انا هنا مطيني تيار، مطيني هنا جهاز اميتر يقيس لي مقدار التيار، التيار اللي مار بي مقداره 100 ملي امبير. هذا التيار شو يمثل؟ اذا تلاحظون طلابنا، هذا الاميتر مربوط في ادخال الدائره وللجزء واحد، احنا قلنا عندنا هنا راح يصير عندي جزئين، هذا الجزء وهذا الجزء بالاعتماد على النقطه الوسطيه، فهذا راح يمثل الاي لقمه واحده، تيار لقمه واحده اي بيك، وهذا التيار اذا عندنا راح يقيس لي القمه الثانيه، فبالتالي راح اعوض قدره متناوبه تكون عباره عن فولتيه القمه واحده في هذا التيار اللي مقداره قلنا 100 ملي امبير، عوضناه هنا على 2 جذر 2 ويساوي 0.44 واط. اذا بالتالي الكفاءه راح تكون البي دي سي على البي اي سي في 100% ويساوي 1 بوينت بعد تعويض 1.45%، هذه قيمه الكفاءه. مثال الرابع، مثال اخير، احد الطلاب في احد المختبرات ربط مطلوب منه كان الظاهر ربط دائره الفول ويف ريكتيفاير مقاوم الكلي باستخدام دايودين، لكن هو ربطها بالشكل هذا، كان عنده خطا معين. الان اجى السؤال ارسم شكل الموجه الخارجه. انتبهوا الطلاب، عندي هنا انا عندي هنا دايود المعتاد عليه انه هذا يربط باتجاه وهذا يربط بنفس الاتجاه. الان عندي الطالب ربط دايود رقم واحد بهذا الاتجاه بينما دايود رقم اثنين بالاتجاه المعاكس. السؤال الان ده يطرح انه جد شكل الموجه الخارجه وليش؟ شنو السبب؟ فهذا راح يكون هوم ورك بالنسبه لكم، انه ما هي شكل الموجه الخارجه وما السبب في ذلك. لهنا خلصت محاضرتنا لهذا اليوم، اتمنى تكون واضحه، وان شاء الله راح نكمل بالمحاضرات القادمه. في امان الله.